بلعبه القتالي وتمريراته المتقنة لفت حكيم زياش الأنظار من الدوحة. هذه كورتك يا زياش. وأصغر أشقائه التسعة من أبوين مغربيين ينحدران من تفوغالت نواحي مدينة بركان. هاجر والداه إلى هولندا بحثا عن ظروف عيش أفضل، وهناك في درونتن ولد زياش عام 93. حكيم لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، بل عاش طفولة عمق اليتم من قساوتها. هو ليس بالأمر السهل. كنت صغيرا لم أستطع أن أستوعب ما حصل. أن لا تستطيع رؤية أبيك مرة أخرى هو أمر صعب في الحقيقة بالنسبة للطفل ليس له تجارب في الحياة. نعم، فقدت والدي وهذا أمر مؤلم. عندما عدنا لهولندا بدأت أفهم بأنني لن أتجاوز وفاته. تأثر زياش بالوفاة المبكرة لوالده سلبا، تعثر في دراسته وتوقف عن لعب كرة القدم في سن 12. بات عدوانيا ومدمنا على المخدرات حتى كاد يدمر حياته لو لم ينجح مدربه السابق عزيز ذو الفقار في انتشاله ومؤازرته. عاشق زياش المستديرة، لعب الكرة في الشوارع، وهكذا اكتشف سحر قدمه اليسرى. أتذكر أول مرة استعملت فيها قدمي اليسرى هو أول يوم اكتشف فيه إخوتي أنه سيكون لي مستقبل في كرة القدم. كان إخوتي وأصدقائهم يتعاركون على سبيل المزاح. ظننت أن ذلك كان حراكا حقيقيا. ضربتهم بقدمي اليسرى. عندها الكل أخبرني بأنه يتوجب علي لعب كرة القدم. انطلقت مسيرة زياش الكروية عام 2001 مع نادي ريال درونتن الهولندي، ثم تدرج في العديد من الفرق هناك إلى أن انتقل إلى أياكس أمستردام عام 2016 و2000، ثم تشيلسي الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه منذ العام 2020. حكيم أنصت لقلبه، اختار اللعب لأسود الأطلس وتمثيل المغرب دوليا بدلا عن المنتخب الهولندي. قلبي مع المغرب، حتى وإن لم أكن أتكلم العربية لكنني أعلم جيدا الأصول. يستحضر زياش استماتة والدته وفضلها عليه كلما سنحت له الفرصة. هذه أمي، هي البطل الحقيقي ولست أنا، هي كل شيء بالنسبة لي، ولولاها لما وقفت اليوم أمامكم. إذن حيوها أرجوكم، لأنها من قادتني إلى هنا لأقف أمامكم. وبالعامية المغربية زياش يعبر عن حبه للمغاربة. أنا كنبغي المغاربة وفرحان حيت أنا هنا.